فراولة دي يا فندم تبيع لحضرتك الهواء اللي انت بتتنفسه. طب ابقى قابلني بقى لو تممت بعت النهاردة. ادي دقني اهي. احب اطمن حضرتك فراولة الوحيدة اللي ممكن تقفل البيعة دي. دي مبروكة. وانت مصدق بقى انها مبروكة. طب انا اقول لك على حاجة. هي لو مبروكة كانت نفعت نفسها. اقول لك بقى على حاجة كمان. البيعة اللي في ايد فراولة النهاردة دي فيها مستقبل الشركة كلها. ومستقبلنا. ومستقبل القبض يا ام قبض. ابقى قابلني بقى لو هي خلصتها. الفراولة قال. يا رب يا فراولة ينفخ في صورتك يا حبيبة قلبي وتنقذينا وتنقذي الشركة دي كلها. دلوقتي حبيبة قلبك يا رب يا فراولة. نحن في شركة زن للطاقة الحيوية نعالج الناس من ألامهم ونشفيهم من جراحهم ونساعدهم على عيش حياتهم أفضل. مش فاهمة حاجة يعني إيه يعني؟ يا أستاذة فراولة، مستر يانج يقصد إن إحنا هنبيع للناس بركة الكون. بركة. لو على البركة يا لهوي يا لهوي يا لهوي على اللي هتشوفه. يا لهوي دي مش بتاعتي. ماذا يحدث يا شندويلي؟ تعال نشوف يا مستر يانج. لو حد قرب مني لهرمي نفسي. اوعى بعدين ما تتحركيش ما تتحركيش. كده والنبي النبي فكري كويس. ها؟ فكري في منطق، منطق دي اللي هتوجع قلبها. تعال زين. عندها بنتها من جوزها التاني اللي بتحبه، اديها ترتاح من الوش اللي بيفكرها دايما ببابا. طب بابا فكري فيه وحرام حرام تحرميه منك. عادي برضه. عنده ابنه من مراته التانية. هديها يرتاح من خلقتي اللي بتفكره بماما. طب انا ما فكرتيش فيا انا هيحصل لي ايه؟ ايه مش هتقدر تعيش من غيري؟ لا العيادة هتتشمع لما زبون عندي تنتحر من فوقيها. تعالي والنبي انا بيتي هيتخرب. يلا يعني انا قيمتي بالنسبة لك زبون. كل اللي فارق معاك هو سمعتك وخلاص. طب ايه رايك بقى ان انا هنتحر دلوقتي مخصوص عشان اشمع؟ لا امسك اوعى كده. امسك يا استاذه في ايه؟ ثانيه واحده معلش ما تتكلمش بقى. هو ايه ده؟ قولي معايا بسم الله الرحمن الرحيم على وضع الطيران. يلا بصي تحت عشان ننزل بسرعه. انت بتعملي ايه هنا يا بنتي؟ انت طول عمرك عايشه لوحدك، اسيبك كمان تموتي لوحدك؟ ما يصحش هموت انا معاكي يا ستي. عايزه تموتي ليه؟ بعيدي خليكي مكانك. لا انا عندي اسباب كتيره قوي تخليني انط قبلك اساسا. انا امراه مطلقه بس سيبك من الموضوع ده. نص مصر اتطلقت. انا امي ميته وابويا مسجون وعليا اقساط والبيعه اللي انا كنت متامله فيها خير باظت عشان معايا واحد خواجه. يعني السياحه هتبوظ، يعني سمعتنا باظت. هعمل ايه يعني؟ انط احسن؟ يلا عدي ورايا. واحد ايه؟ خلاص استهدي بالله. اتنين. استهدي بالله انت كده هتتفرج. تلاته. يا ستي بقى استني. اربعه. استهدي بالله انت كده مش ذنبك. خمسه. سته. طب اسمعي. سبعه. طب اقول لك على حاجه. تمام. انا هاتي هربي نفسي. هاتي ايدك. تسعه. انا مش يلا مش هربي نفسي. خلاص مش هنط. مش هتنطي؟ والله العظيم ما هنط. طب انزلي الله يخرب بيتك تعبتيني. هات الشنطة. قلنا ايه يا استاذ الشندويل؟ كنت تقولين ان هذا المكان مليء بالطاقة الإيجابية وانا صدقتك بدليل ما فعلتيه مع فتاة السطوح. المكان كله طاقة إيجابية، ده النيل لوحده بيهب إيجابية كده. قلنا ايه يا استاذ الشندويلي؟ ايه باصص لي كده ليه؟ ما ترد. قلنا كل خير بس احنا كنا محتاجين نهز السعر شويه. ليه نهز السعر شويه؟ ما الخواجه موافق. صحيح، وعرضي ما زال ساريا. نحن نحتاج من هم مثلك يا فراوله. لا مش هتلاقي زيي. انت موهوبه والناس تحتاج الى موهبتك لكي تصبح حياتهم افضل. وانا مش فاهم حضرتك بتتكلم في ايه بس ماشي. مفهوم. سترفضين الان ولكنك سوف تعودين عندما يحين الوقت وانا سوف انتظرك. وحتى يحين هذا الوقت أرجو أن تتقبلي مني هذه الهدية الصغيرة. أشكرك جزيلا. هدية ليا؟ والله ده كتير. المفروض أنا اللي أجيب لك هدية يعني. احتفظي بها، هذه قلادة طاقة مصنوعة من حمم بركانية آسيوية. سوف تجعلك في أفضل حالة وسوف تساعدك على اتخاذ القرارات السليمة. سمعت أستاذ الشندويلي؟ يبقى هات لك واحدة عشان تعمل قرارات مظبوطة. قلنا إيه؟ مش هنهز في السعر وده قرار مظبوط. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية 149 جنيه و99 قرش.